رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة، لازلنا في سورة النساء والأرقام مبينة على الشاشة، وسيكون معنا بإذن الله اليوم فائز بجائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة مع مرافق بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. نستقبل الاتصالات. من معاي؟ أحمد من المغرب. أحمد من المغرب، تفضل. نعم. يا أحمد، أحبك في الله شيخ، وأتقرب حبي لك إلى الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله، شكرا على حسن ظنك وطيبك. أسأل الله الفضل العظيم أن يزيدك من فضله. الله يجزاك خير جميعا يا أحمد. إن شاء الله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله بالضم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا لا يحب الله الجهر بالسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا، انتبه إلى الراء لا تفخم الراء، أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شكرا لك يا أحمد، جزاك الله خير، مشكور على اتصالك وعلى مشاركتك. ناخذ اتصال آخر، محمد من مصر، تسمعني محمد؟ أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نحبك في الله مشاري. أحبك الله للذي أحببتني من أجله يا محمد، نسأل الله أن يزيدك من علمي. الله يبارك فيك، شكرا لك يا محمد. إن شاء الله بعد القراءة عندي بعض الاستفسارات. توكل على الله. والذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما شاء الله تبارك الرحمن، تلاوة جميلة يا محمد، وصوت جميل وتجويد أجمل، اللهم بارك. من معاي؟ أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الله يحييك. كم رقم الآية؟ 155، فبما نقضهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. انتبه إلى الضاد، انتبه إلى الضاد، فبما نقضهم. نعم، لا تنطق هدال. نعم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا تقلقل الأحرف الغير مقلقلة، يعني وكفرهم وقتلهم فلا يؤمنون. نعم، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون. جميل. إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أدغم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. شكرا لك يا أحمد على اتصالك. ناخذ اتصال ظاهر من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مشاري، حياك الله يا ظاهر. أحبك في الله يا شيخ مشاري. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. أي آية يا شيخ؟ الله يجزاك الخير. وإن من أهل الكتاب، 159 من سورة النساء. 159 بإذن الله. وإن من أهل الكتاب. نعم. وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله يفتح عليك يا ظاهر، شكرا لاتصالك، بس انتبه إلى الراءات المرققة في وأخذهم الربا واليوم الآخر. من معاي ناخذ اتصال آخر. سجاد من العراق، تفضل يا سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أهلا وسهلا. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ أي بس الآية؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. راعي المدود، أربع حركات وساويها. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. شكرا لاتصالك، الله يفتح عليك ويبارك فيك. وراعي المدود أن تكون يعني المنفصل والمتصل أن يكون أربع حركات وأن تكون متساوية أيضا. مع اتصال محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. تفضل يا محمد تسمعني؟ محمد ما يسمعني. محمد ناخذ اتصال آخر. بكيل من اليمن. ايوه نعم، تفضل يا بكيل. وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالك يا شيخ مشاري؟ يا اهلا ومرحبا فيك يا اخي، انت الشيخ المفضل لدي. الله يبارك فيك ويحفظك، انت الشيخ الذي استفدت منه كثيرا. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك. يعني عندنا مقوله: الذي قلبه قاسي يصلي خلف العفاف. الله يحفظك يا رب يا بكيل.
وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أقرأ القرآن على يدك يا شيخ. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. أقرأ يا شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذا الوقف مش حلو يا بكيل، لا تقف لم يكن الله. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. إذا أردت أن تقف هنا أو تكمل الآية الشيخ نفس يعني. نعم نفس. اقرأ في الصباح. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما. فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. شكرا لاتصالك يا بكيل، الله يبارك فيك ويحفظك. نختصر آخر. عبد الرحمن من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مشاري؟ يا أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. والله يا شيخ مشاري لو سمحت بعد ما أقرأ أخوي عبد الله بيقرأ بعدي إن شاء الله بإذن الله. خلاص إن شاء الله، جزاك الله خير بارك. طيب أنت أقرأ الآية هذه 171 ويكمل بعدك عبد الله. خلاص إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. اسمع عبد الله الحين. يلا توكل على الله. يلا بيقرأ من سورة الذاريات هو. ما يكمل يعني؟ كم عمر عبد الله؟ عبد الله عمره 8 سنوات. ما شاء الله، يلا توكل على الله. يلا اقرأ يا عبد الله.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. كم تحفظ من القرآن؟ ثلاث أجزاء. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا أنت تسمعنا الذاريات؟ أيوه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تفضل أكمل. يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. في غمرة ساهون. في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لاتصالك وشكرا للوالد الكريم، الله يبارك فيك وفي الوالد الكريم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، لازلنا على الهواء مباشرة معكم من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة على الأرقام المبينة على الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم معنا بإذن الله فائز للعمرة ومرافق معه بإذن الله. نأخذ أول اتصال عماد من لبنان. عماد تسمعني؟ ألو نسمعك شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عماد. والله أنا أحبكم في الله شيخ. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. هذا من أي آية؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. رقق الراء. ويستكبر. ويستكبر فسيحشرهم. ومن يستنكف. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما
فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. شكرا لاتصالك يا عماد. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من العراق تفضل. يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله يا أخ. كم الآية؟ نختم معك سورة النساء بإذن الله. يا أيها الناس وقد جاءكم برهان من ربكم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قد جاء قلقل ومد. قد جاءكم برهان من ربكم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أمدد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر. محمد من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. يا الله شيخنا كيف الحال؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. شهر مبارك والله. أول مرة أنا أسعد وأتشرف أني أتكلم معك يعني مباشر. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك ويحفظك يا رب. نتشرف فيك. الله يبارك فيك. شهر مبارك علينا وعليكم. الله يجزاك خير. آمين يا رب. يا أهلا وسهلا. الحين أبدأ؟ نعم. المائدة لا تختم معنا سورة النساء. يا أيها الناس وقد جاءكم برهان من ربكم. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاء وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله يفتح عليك. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. عبد العزيز من الإمارات تفضل. يا عبد العزيز السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أي يا شيخ؟ ابدأ من سورة المائدة. المائدة آية كم؟ من بداية السورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
آمنوا أوفوا بالعقود. مد يا أيها الذين آمنوا أوفوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. المد الأول 4 حركات والمد الثاني 6 حركات. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا ولا آمين. لا مد أكثر، مد أكثر يا عبد العزيز. آمين مد أكثر. الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني المد في آمين تراعي 6 حركات وتراعي التشديد في الميم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا تقلقل الضاد. فضلا من ربهم ورضوانا. فضلا من ربهم ورضوانا. فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قلقل القاف في التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا عبد العزيز. ناخذ اتصال من معاي. السلام عليكم. صالح من إيران، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا صالح. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، يا أهلا ومرحبا فيك. أين؟ حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. فخم الخاء، فخم الخاء. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. انتبه إلى الضم في السبع. السبع وما وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام. الأحرف الزاي من أحرف الصفير، لا تقلقلها. بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام. لا، وأن تستقسموا بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم مخمصة غير مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله يفتح عليك يا صالح، شكرا لاتصالك. فإن الله غفور رحيم، راعي التفخيم في الغين. من معاي ناخذ اتصال؟ عبد الله من الإمارات، حياك الله عبد الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. عبد الله اقرأ آية 4 اللي بعدها. يسألونك ماذا أحل لهم. كم عمرك يا عبد الله؟ 10 سنوات. 10 سنوات، ما شاء الله. حافظ سورة المائدة؟ لا. طيب شنو حافظ؟ جزء عمة. يلا سمعنا مما تحفظ من جزء عمة. أي سورة؟ اللي تسمعنا. أنت شنو مراجع الآن؟ القيامة. يلا توكل. القيامة من جزء تبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. مد. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين
على أن نسوي بنانه على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله يفتح عليك يا عبد الله مشكور على اتصالك الله يبارك فيك يا رب ناخذ منيب من العراق تفضل يا منيب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ يا أهلا ومرحبا فيك أنا كم مرة اتصلت ثلاث مرات اتصلت فيك يا شيخ والله أحبك في الله أحبك الله للذي أحببتني من أجله شكرا لاتصالك الدائم على البرنامج يسألونك ماذا أحل لهم هنيئا للإخوة المشاركين يعني الذين شغلوا أيامهم وشهرهم الكريم في تلاوة القرآن الكريم أي آية يا شيخ يسألونك ماذا أحل لهم أي آية أربعة من سورة المائدة طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان لا تقلق الخاء أخدان 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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله يفتح عليك يا منيب شكرا لاتصالك وجاء أعزائي المشاهدين وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا محمد لنعرف من هو الفائز السلام. وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله ظاهر من الأردن ظاهر هائل زياد البري من الأردن مبروك يا ظاهر
أعزائي المشاهدين، شكرا على هذه التلاوة وهذه المتابعة، وإلى أن نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة. هذه تحية أخوكم المشاري العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان